قد يكون أحد هؤلاء واحداً ممن تستغرق هذه الشابة في الحديث معه دون أن تنتبه لما حولها، وآخر أرسل إضافة إلى هذه الشابة التي تستشير صديقتها قبل أن تبدأ محادثة معها، أو أخرى هي سبب ابتسامة هذا الشخص الذي لا يستطيع إنهاء وجبته دون أن يرد على الرسالة التي وردتها. قد أكون أنا أو أنت أو أنت إن كنا من مستخدمي تطبيقات المواعدة ضحايا لهذه الشبكة المكونة من 80 شخصاً، والتي ألقت السلطات الأمريكية القبض على 14 منهم صيف 2019. على مر السنين تطورت مخططات الاحتيال وأصبحت أكثر تعقيداً. شبكات النصب باتت تستهدف الكل، الشركات والأفراد. التحقيق في هذه القضية بدأ عام 2016 بضحية واحدة فقط، أصبحوا اليوم 32 داخل وخارج الولايات المتحدة، وقد يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، فجزء من هذه الشبكة ما زال طليقاً. تستهدف هذه العمليات مجموعات مختلفة من الأشخاص، إما المتدينين أو كبار السن أو الأشخاص الذين ينسقون وراء عواطفهم بدون وعي، عادة ما نسمي هؤلاء فئات المجتمع الهشة. حل الأمر، ألقي القبض على جزء من الشبكة والباقي تحت المتابعة، هكذا سيقول البعض. لكن الاحتيال لم يكن عاطفيا فقط عبر انتحال شخصيات غير حقيقية، الخسائر قد تكون صادمة للبعض. بلغت الخسائر في هذه القضية حوالي 10 ملايين دولار، وكانت محاولات السرقات تستهدف 40 مليون. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اعتبر ما يسمى رومانس سكامز أو الاحتيال العاطفي مسألة أمن قومي، ففي عام 2018 بلغت خسائر ضحايا 362 مليون دولار من أصل أكثر من 2 ملياري دولار أمريكي، هي إجمالي خسائر جميع أنواع الجرائم الإلكترونية. للأسف الاحتيال العاطفي بات سادس أخطر أنواع النصب، وهو الأخطر بالنسبة للأشخاص ما بين 55 و64 عاما، فهؤلاء هم الفئة العمرية الأكثر عرضة لهذا النوع من النصب، وهذا أمر مقلق لأن حجم الأموال التي يخسرها الضحايا في تزايد مستمر، قد يصل الأمر إلى 10,000 دولارات كمعدل للشخص الواحد. قد تبدو هذه الأرقام صادمة، كيف يرسل شخص أموالاً لآخر تعرف عليه عبر شاشة؟ يتساءل كثيرون. الإجابة في دراسة صادرة عن المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، هذا النوع من الاحتيال شائع في المجتمعات الغربية، حيث يسقط ضحاياه في منتصف العمر النساء على وجه الخصوص، وهم يبحثون بشكل مندفع وساذج عن الحب وشريك الحياة. عادة ما يتبع المحتالون عن طريق المواعدة الإلكترونية أساليب نمطية للوصول إلى ضحاياهم، لكن هناك دائما إشارات يجب الانتباه إليها، أهمها أن هؤلاء الأشخاص يتجنبون اللقاء تحت حجة أنهم يعملون مثلا في الجيش أو خارج البلاد أو بسبب ظرف مستعجل من أجل العمل أو العائلة، في الوقت ذاته يسمعون ضحاياهم الكلام ذاته كأنت حب حياتي أو سيكون لدينا مستقبل جميل معا. قد يستغرق الأمر قليلا من الوقت حتى يختار المحتال ضحيته على تطبيقات ومواقع المواعدة، يعتمد ذلك على حجم المعلومات التي وضعتها الضحية عن نفسها ليس فقط على التطبيق وإنما في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. عليك أن تكون حذراً للغاية بشأن ما تنشره، لأنه قد يستخدم للتلاعب بك وإسماعك ما تريد من الكلام. يبحثون عادة عن أشخاص يعانون الوحدة، قد يكونون مطلقين أو أرامل، هم أشخاص ضعفاء قد يفعلون أي شيء بحثاً عن الحب.